أهلا أحبائي مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم باسم الرب يسوع، سلامه ونعمته تكون مع جميعكم. اليوم أنا عاوز أوجه لك سؤال، وهذا السؤال كان موجه من يسوع المسيح، سؤال في الصميم يتطلب جواب حكيم ولربما اكتشاف وإعلان عظيم في حياتك. أتريد أن تبرأ؟ هذا السؤال الرب وجهه لمريض، وهذا المريض كان في بركة بيت حزدة في القدس في أورشليم، قريبة من الهيكل، اليوم طبعا قريبة من بوابة الأصباط في كنيسة القديسة حني أم القديسة مريم العذراء، مقابل مسجد القبة والصخرة في نفس الشارع الطريق تبع فيا ديلاروسا. الرب يسوع راح لهذا المكان بدون موعد وبدون توقع، يعني هذا الشخص ما كان متوقع انه الرب يسوع يجي. مكتوب احبائي انه كان في هاي البركة، بركة بيت حزدة، مجتمع جمهور من مرضى عمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء. فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعترى. كان هناك إنسان مريض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع وعلم أن له زمانا كثيرا. المسيح الحاضر في الموقف نفسه، العالم بكل شيء والقادر على كل شيء، لا يسأل سؤالا حب استطلاع. عندما سأل الله قديما آدم أين أنت، مش لأنه الله ما بيعرف وين آدم، عم يستخلص الجواب من فم آدم. وهكذا المسيح العالم بكل شيء، مش لأنه لا يعرف حالة، مكتوب أنه هو عالم بكل شيء وعارف المدة 38 سنة، وحط عينه بعين هذا المريض وسأله أتريد أن تبرأ. الأغرب من هذا إنه المريض قال ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي. واليوم أنا عاوز أكلمك بكل وضوح بدون لف ودوران، أتريد أن تبرأ؟ تقول لي أنا حاولت ورحت على الكنائس ورحت وصليت وعملت، هل فعلا في إرادتك وقرارة نفسك إنك أنت حابب، أنت عاوز، أنت تريد أن تشفى؟ تعرف في فرق بين الإرادة وبين الرغبة. في كتير ناس عندها الرغبة وعندها الأمنية إنه تشفى، لكن ما عملوش شيء في الإرادة. يمكن الإرادة إنه بتطلب مني صلاة، بتطلب مني قراءة كلمة الله، أتمسك بكل وعود الله وأقعد في محضر الله، تتطلب مني شيء معين. لكن شفاء الله مش مبني على شيء معين، لأنه هنا أحبائي واضح جدا في يوحنا 5، هون منشوف عمل النعمة الإلهية والمحبة الغير محدودة، المحبة الغير مشروطة بغض النظر شو حالة هذا الإنسان أو شكوكه، أو حتى لو ما كانش بيعرف الجواب. وكم واحد فينا اليوم، يعني كما قال قديما يهوشافاط الملك يهوشافاط، لسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا. تعرف الواحد كتير مرات من كثر التخبط بيعرفش يأخذ القرارات الصحيحة. صدقني في كتير ناس بتيجي على اجتماعات الصلاة ولما بتطلب منهم الطلب المحدد بيكون متشكك، بيكون مشوش، وفي عنده فوضى داخلية، حتى بيعرفش يحدد الطلب أو الهدف أو الطلب الصلاة المحددة اللي جاء من أجلها. طبعا هون الهدف أو الغرض الواضح إنه هذا الشخص مريض، وإن هذا الشخص محمول يعني مفلوج، وإن هذا الشخص فعليا له 38 سنة ووصل لحالة اليأس والوحدة والانفرادية، إنه ما حد عم بيساعده. ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء.
فإذا لا الملاك كان بيهتم ولا البشر كانت بتساعده. طب وين الله يا رب رحمتك ولو 38 سنة؟ حتى إله اللي ينظر إليه ما كانش متوقع هذا الشيء. لا إنسان يسنده ولا ملاك يسعفه ولا حتى إله ينظر إليه. مش كتير مرات بنوصل إلى هذه الحالة، بنوصل إلى مستنقع روحي، يعني متوحل مشوش، يعني مش عم بركز بسبب الخبطات وبسبب الضربات. السؤال: أتريد أن تبرأ؟ وهون كلمة تبرأ كلمة حلوة على فكرة في لغتها. هون الكلمة بتعني الكمال. هل تريد أن تكون متكاملا، متعافيا، متشافيا؟ هون بيتكلم عن الشفاء الجسدي، وبيتكلم عن الشفاء النفسي، وبيتكلم عن الشفاء العقلي والفكر الإرادي يعني، وبيتكلم عن الشفاء الروحي، لأنه في آية 14 منعرف السبب لهذا المرض. قال له: اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر. فإذا المسيح عندما يتعامل مع الإنسان بيتعامل بالشيء كامل. فالمسيح فعلا جاء حتى يشفي الأمراض الجسدية والأصعب الأمراض النفسية والأخطر الأمراض الروحية. المسيح عاوز يعالج إرادتنا. عارف لما بتصل إنه حتى في قرارات، كم واحد مدمن على الكحول عاوز يتحرر مش عم بيقدر يتحرر، كم شخص مدمن على المخدرات أو على التدخين وبحاول ومش عم بيقدر، كم شخص مدمن على الإباحية والمناظر الخلعية وكل أنواع الصور ولا وعاوز يتحرر بس مش عم بيقدر، مزبوط؟ فإذا المسيح بيعطيك القوة حتى تستيقظ حاسة الإرادة قبل ما أنك تستقبل الشفاء من يسوع المسيح. فإذا هون كله عمل النعمة. ومش الغريب أنه بيت حزدة بتعني بيت النعمة، وفي بيت النعمة مش عم بلاقي مساعدة، في بيت النعمة مشلول، في بيت النعمة ما حد بيساعده، في بيت النعمة ولا واحد طالل عليه ولا بينظر إليه. وصل إلى حالة يائسة بائسة. في هاي الوضعية جاء يسوع المسيح وسأله في الصميم: أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ يا رب اليوم يكون جوابك نعم يا رب أريد. اتعبت من الفشل، وتعبت من المرض، وتعبت من الهزيمة، وتعبت من التعيير، وتعبت من الضربات، وتعبت من الإفلاس، وتعبت من الفتور الروحي، وتعبت من السلوك الجسدي، وتعبت من الوضع الأسري، وتعبت يعني ولا شيء ضابط معاي، لا بالأسرة ولا بالماديات ولا بالكنيسة ولا في أي مجال، عم بدور على شغل مش عم بلاقي، كل الدنيا مسكرة قدامي. أتريد؟ تعرف الله يريد، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إرادة الله قداستكم. تعرف الله بحبك. يعني في مرة تاني واحد أبرس قال له: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. أجاب يسوع وقال: أريد. فالمسيح جاء لهذا المريض يريد أن يبرئ هذا المريض، والأبرس المسيح يريد أن يطهره، والأعمى أعمى أريحة: ماذا تريد أن أفعل بك يا سيد؟ أن أبصر. فرد له البصر والبصيرة في آن واحد. تفتي اليوم قل يا رب أنا إرادتي اليوم محتاجة لعلاج، مش عم بعرف أخذ حتى القرار، مش عم بقدر أفكر، مش عم بقدر حتى أميز روحيا. بالعربي أنا مشوش تشويش كامل. تعرفوا الرب هو اللي بيجي من غير توقع، والرب هو بتعرف ما بيغلط في أي شيء. ويمكن هذا البرنامج أو هذا الفيديو اليوم، إنه أنت فعلا عم بتمر لك سنين وعم تتخبط، وكل ما بتحاول بتشوف عم تتوحل أكتر. السؤال: أتريد أن تبرأ؟
قل لي يا رب مليش غيرك، تعتحنن علي يا رب. قل لي أريد أن أبرأ، أريد أن أتغير، عاوز أكون قوي. بس القوة مش أمنية ولا رغبة، محتاج الإرادة، العزيمة والتصميم والجهاد والقوة. تصميم تقول لي يا رب. أصلا اللي بيسأل يسوع، ويسوع مكتوب عنه خرجت قوة لشفائهم، جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. فإذا يسوع هو المصدر. يعني أنا بقول لكش، يعني ناس بتروح للأسف بتروح لكل أنواع يعني الوسائل غير يسوع، لدرجة أنه في ناس بتروح للأبراج وللأعمال السحرية والتعاويذ والكتابات، اللي هي أصلا بتجيب لنا لعنة أكتر وحياتنا بتكون مضروبة أكتر. بصلي اليوم في اسم الرب يسوع أنه الرب فعلا يحول اللعنة إلى بركة، والهزيمة والعار إلى النصرة واعتبار. بصلي أنه الرب يحول فشلك اليوم إلى نجاح. بصلي في اسم الرب يسوع أنه اليوم يشفيك من كل ضعف، ضعف الإرادة والتفكير، يشفيك من كل مرض في اسم الرب يسوع المسيح. تقول لي فعلا يعني نعم، أنا إيماني بسيط. إذا الرب قال اسألوا باسمي، اطلبوا باسمي، إحنا بنطلب باسم الرب يسوع وبنسأل بالإيمان البسيط الموجود عنا. شو رأيك تمسك هيك بإيد الرب تقول يا رب أنا ماليش غيرك، أنا محتاج مساعدتك، أريد أن أبرأ، عاوز أتغير، غير أسرتي، غير بيتي، غير حياتي. لازم يكون في نقل جديدة، رؤية جديدة، بركة جديدة. حل علي البركة. أتريد أن تبرأ؟ إذا قلت نعم المسيح يستطيع ويريد أن يبرأك إرادة، عقلا، نفسا، جسدا وروحا أيضا. إذا أنت تبركت وصليت كن بركة لآخرين. شو رأيك أنك تشترك معنا بالعمل وأنك توصل هذا الفيديو لشخص محتاج أنه يسمع؟ وكمان إذا عندك طلبة صلاة واحتياج إحنا فينا نكمل منصلي معاك، وربنا يباركك ويحافظ عليك وربنا يحميك كمان. إن شاء الله منكون معكم في حلقة أخرى. رب يبارككم.